يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الآيات المباركة نتكلم فيها عن الإنفاق ونحن في شهر الإنفاق والجود، لأن السيدة في الحديث عند البخاري عندما وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالوا كان في رمضان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. شوف الريح بتشيل حبوب اللقاح من الشجرة من النخلة دي للنخلة دي، هو أجود من هذا صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لا يخاف، لأن عارف إن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الآيات الجميلة دي بتبين لنا نوعية الإنفاق، ننفق من إيه. إحنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن أجر الإنفاق وإزاي ننفق، هنا النهاردة ننفق من إيه، إيه النوعية اللي هننفق منها، إيه الأوعية اللي ننفق منها. فقال لنا يا أيها الذين آمنوا أهم شيء أنفقوا من طيبات ما كسبتم. شوف راح مصدر بكلمة من طيبات، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. اللي فلوسه مش حلال، اللي فلوسه جايبها بطريقة غير صحيحة من حرام، والعياذ بالله، ربنا يرزقنا وإياكم الحلال ويبعد عنا الحرام يا رب. اللي فلوسه كده مش هتقبل، الفلوس الحلال بس هو اللي فلوسه بتقبل، لأن ربنا طيب ولا يقبل إلا طيبة. ولأن الفلوس الحرام دي فلوس خبيثة، لو عندك سيئات السيئات دي خبيثة أو سيئة، يبقى الفلوس الحرام سيئة وانت عامل سيئات، والله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. يبقى يمحو السيئات اللي انت عملتها قبل كده بالحسن، بالمال الحلال، بالفعل الحسن. يبقى يا أيها الذين أمنوا، احنا قلنا أول ما أقول يا أيها الذين أمنوا اسمع وأنصت أيها المؤمن، ده عاوز يعلمك، عاوز يرشدك، عاوز يفتح لك الباب. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما كسبتم يعني اللي كسبناه، وبينسب الكسب لينا مع إنه هو اللي بيحركنا وبيدينا القوة، ولكن سبحانه وتعالى تفضلا منه وامتنانا. وده بيسموه هنا من طيبات ما كسبتم، قالوا التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض. يعني الإنسان اللي بيزرع، وأنا بكلم هنا الناس المباركين اللي بيشتغلوا في الأرض، اللي ممكن نسميهم فلاحين، مزارعين، أي حاجة، المهم الناس اللي بيبذروا البذرة الحباية وبتخرج بعد كده، يقولون أنتوا برضو تنفقوا من هذه الأشياء أو أنفقتوا منها. أنفق مما يدخل جيبك من المال، وأنفق مما يدخل إلى فمك من الطعام وكذلك الشراب. يبقى مما أخرجنا لكم من الأرض، بيكلم هنا الزراع. سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول له يا رسول الله الناس بتدعي ومستجابش ليها ليه؟ قال له يا سعد، الراجل يفضل رافع إيده ويقول بدعي بدعي يا رب وبتستجابش ليه، وسيدنا النبي يقول إيه بقى، بيوضح عدم الإجابة ليه، إيه الموانع؟ قال وقد أكل من حرام وغزي من حرام، كل فلوسه حرام، بيدخل الرشوة والمحسوبية وما بيشتغلش وإهمال، وياخد الفلوس الأجر وما بيشتغلش حاجات كتير، أو ياخد فلوس غيره وهكذا، كل ده حرام، هيستقبل منه إزاي؟
ازاي؟ لان الجسم ده من دماء، والاكل اللي بيخش ده بيمشي في الدماء، فكيف يكون الدماء اللي الاصل فيها انها ذاكرة لله يسري فيها الدم الخلاصة من الاكل والشرب الحرام؟ هيتقبل ازاي اللي هو بيحرك اللسان؟ ما هو اللسان بيتحرك من خلال الدم ايضا والاجهزة العصبية وكل شيء. قال له فأنى يستجاب له، ربنا يستجيب له ازاي؟ يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ننفق من ايه؟ من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وبعدين شوف بقى الجمال بعد كده، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه. بيقول اوعى تخرج فلوس او اكل او شرب من الحاجات الوحشه. يعني واحد مثلا عنده اكل والاكل ده بايت كام يوم وقرب ان هو يبوظ، فيقول لك اتصدق بيه. يبقى انت قصدت، تيمم هنا يعني ايه قصد؟ ولا تيمموا لا تقصدوا، اوعى يكون متعمد ولا حاجه. فهنا قاصد ان هو يطلع من الحاجه الرديئه اللي عنده، قاصد الفلوس حتى زمان، الفلوس العمله الرديئه اللي يغش بيها او المقطعه. لذلك الناس النصحى بيعملوا ايه؟ اما بيجوا في العيد، ودي برضو من عاده المصريين، ان لما يجي يدي الصدقه ويدي العيديه يجيب فلوس جديده. ما هي هي ده قيمة ال 20 جنيه القديمة، هي قيمة ال 20، بس السائل عندما يأخذ الفلوس الجديدة بيفرح. بيفرح بقيمتها وبيفرح بلمعانها وجديتها. طب احنا ما نفرحوش ليه؟ يدور على أقدم 5 جنيه ويديها للغلبان، طب ليه؟ احنا عاوزينه يروح يصرف السوبر ماركت أو البقال أو النجار أو غيره، ما يقولوش دي قديمة ومش هياخدها. لا، يبقى ولا تيمموا الخبيث من اللي هو السيء الرديء تنفقون. ودي طبعا فيها سبب نزول وكده. فاوعى يكون عندك تمر تاخد انت قطايبه وتدي تتصدق بالوحش، اوعى تعمل كده. لا، ده ربنا بيقول ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني الحاجة اللي بتحبها تنفق منها. ليه؟ اللي بيعمل كده مين؟ مما تحبون معناه ان انت هنا لو اديت الحاجة الوحشة وفضلت لنفسك الحاجة الحلوة يبقى انت ما بتحبش ربنا قوي. ليه بقى؟ لانك لو بتحب ربنا انت مش بتدي الفقير. بيقول سيدنا النبي بيقول ايه؟ ان الصدقه الطيبه تقع في يمين الرحمن قبل ان تقع في يد الفقير. يبقى ربنا بيتلقفها ويتلقاها بالقبول والاجر الحسن. يبقى انت ازاي بقى السيده عائشه تحط الريحه في القرش قبل ما تدي للناس عشان تبسطهم، تديهم فلوس وتديهم ريحه، وانا قلت قبل كده، وتقول لهم ربنا يبارك لكم، ودعاء كمان هو هيدعي لك، يبقى دعاء قصاد دعاء، يفضل لك انت الصدقه والريحه اللي فيها او الفلوس الجديده او الاكل الطيب والحاجات دي كلها. يبقى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه. يعني لو انت ترضى تاخد الحاجات الوحشه دي، ربنا بيقول لك لا مش هتاخدها. ودي الايه دي اللي خدنا منها بقى قاعده ايه؟ الحديث الصحيح، حب لاخيك ما تحب لنفسك. لو انت محتاج وواحد اداك الحاجه الوحشه وخد نفسه الحاجه الحلوه، هتتضايق؟ اه هتضايق وممكن ازعل. طب انا ما اعملش كده لما اكون انا اللي هدي. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اهو، ولستم باخذيه، مش هتغزو الا ان تغمضوا فيه. يعني تغمضوا عينيكم وزي بعضه هناخده، ما احنا مضطرين ناخده عشان احنا غلابه ومش قادرين، او احنا فقراء او حياء حتى. ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ربنا بيقول لنا ايه؟ واعلموا ان الله غني حميد. ده هو الغني، لما بتدي بالطريقه من الطيبات وبتدي من الحاجه الحلوه يبقى ربنا غني سيعطيك، وحميد يحمد لك فعلك. وبعد كده بين بقى الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. يبقى الشيطان لما يجي الانسان يطلع الصدقه كده، ما تخلي الفلوس عشان الاولاد، عشان اجيب للولد ده سياره، عشان اجيب للبنت دي بيت او شقه، عشان خاطر اجيب مش عارف اي حاجه جديده، هدمه جديده، عشان خاطر كذا، طب ما يمكن احتاجها بعد شويه، ما يمكن اتعب، وهكذا يدخله في 100 احتمال. يبقى يفضل يوعده بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء كمان، يعني بالمعاصي. عاوز يقول لك اللي بيامرك بالمعاصي مش هيامرك بالعطاء، هيامرك بالبخل. حتى قالوا الفحشاء هنا بمعنى البخل. يبقى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والمقابل ايه؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الاول المغفرة هيغفر لك كل ذنوبك، وفضلا يعني اللي اديته وانت حتى معكش فلوس قوي اديت، هيديك اكتر منه بكتير، اللي هو الفضل الزيادة.
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فإذا كان الله واسعا عليما فالله عز وجل هنا يعطينا العطاء الجزيل. يبقى الأول نخرج من طعامنا الطيب ونبعد الحرام والعياذ بالله ونستغفر منه. الحاجة التانية تخرج من أحسن ما عندك عشان ده هو اللي فضلك عند ربك عز وجل. اوعى تدور على الحاجات القديمة او اللي مش حلوة وهي اللي تديها للناس وانت لا. انا بقولكش تلبس انت القديم وتدي الجديد، لا، انا بقولك عاوزين نعتدل في هذا وتعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به. فاللهم يا ارحم الراحمين نلجأ اليك في هذا الوقت المبارك الذي قلت فيه انه فيه اجابة الدعاء، ان ترزقنا يا ربنا الفهم حتى ننفق من طيبات ما كسبنا، وحتى ننفق مما أخرجت لنا بفضلك من بركات الأرض. اللهم يا أرحم الراحمين لا تجعلنا نؤثر أنفسنا على غيرنا، واجعلنا عادلين، واجعلنا محسنين، نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا. ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك الذي نعطي منه ولا ننتظر الأجر إلا منك. يا ربنا ننتظر وعدك من المغفرة والفضل، فأعنا على كبت وعد الشيطان من أنه يعدنا بالفقر ويأمرنا بالفحشاء. ابعدنا عن الفقر والبخل وعن كل فاحشة، وحققنا بكل جميل يا جميل، وتقبل منا الصيام والقيام، ونجح أبناءنا وبناتنا، وارزقنا السداد في كل أحوالنا، واسترنا في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.